يلا روحي قولي لسليم، قولي له انه اسيل بتمشي ومو مشلوله، حتى قولي له انه عم تركض لنشوف اذا كان رح يصدقك. يلا وشو اللي رح يتغير اذا صدقني ولا لا اسيل؟ المهم انه انت بدك تبني زواجك على كذبه، والاستاذ سليم اصلا هو اللي اختارك وما كان في داعي لهالشي. شو كان في داعي لحتى تخترعي كذبه الشلل هي؟ احكي شو صار وقت شفتي انه تهديدك ما نفع، صرتي بدك تقنعيني بهالحكي؟ اوعك تعذبي حالك يا ساره. هلا انا رح اتجوز سليم وعيش معه، وانتي رح تنقلعي على بلدك، عم تفهمي؟ سليم بحياته ما رح يعرف انه ما كان فيني شيء. مزبوط، انا رح اروح من هون، بس يا ترى انتي لامتى رح تقدري تضلي عايشه بهالكذب؟ ولامتى رح تقدري تضلي تخبي عنه هالكذبه؟ لاخر يوم بعمري، عم تفهمي؟ لوقت ما اموت رح اخبي كذبه الشلل هي عن سليم. بعدين انتي شو دخلك؟ ها؟ لا تتدخلي. انا حذرتك كثير مو يا ست ساره؟ قلت لك خليكي بعيده عن سليم، وقلت لك انك ما رح تقدري تاخذيه مني بحياتك. ما حدا حاول ياخذ الاستاذ سليم منك، وهالشغله هي وهم براسك. شو هالحكي؟ وانتي ليش ما رحتي؟ قولي لي ليش طول الوقت بتلحقي سليم وين ما بيروح؟ قلت لك ما رح يطلع لك معي ابدا، قلت لك ما حدا بهالعالم بيقدر ياخذ سليم مني، فهمتي؟ وهي شفتي اللي قلته صار. بالنهايه سليم صار الي، وانا وياه رح نعمر بيتنا مع بعض. انتي خسرتي ساره، استسلمي، انا يلي ربحت سليم. الظاهر انتي ما بتحبي الاستاذ بنوب، همك الوحيد انك تربحي وبس، وعم تضحي بالاستاذ سليم مشان غرورك. ليش ما عم تقبلي الحقيقه؟ انتي مقهوره لانه سليم اختارني لإلي؟ لا هيك عم بتدوري على حجج، لا تعذبي حالك على الفاضي، شفتي بعينك انه سليم عم بيصدقني الي، ولساته مفكر اني مشلوله. اعملي اللي بدك اياه، ما رح تقدري تخليه يعرف الحقيقه ابدا. انا ما بدي اتدخل بيناتكم وبعادكم عن بعض، اصلا لو كانت القصه هيك ما كنت حاولت صالحكم يوم اللي تركك. للاسف وقتها ما كنت بعرف انك ممكن تساوي شغلات مثل هي، ومشان هذا السبب ضليت محترمه علاقتكم. بس اللي شايفته اني كنت غلطانه لاني عذبت حالي مشان وحده مليانه بالحقد مثلك. هلا لا تساوي عرض مشاعر قدامي، اصلا لو ما انت اجيتي ما كانت صارت مشكله بيناتنا، وانت اللي نزعتي علاقتي فيه، وكل مشاكلنا بسببك انت وابنك. اسيل شو هذا اللي عم تقولي؟ انا وقفت معك باصعب ايامك، لو كان عندي نيه بعد الاستاذ سليم عنك ما كنت بساعدك، ولا كنت عذبت حالي مشان واسيكي ووقف جنبك. طيب لكن ليش لهلا ما انقلعتي من هالبلد؟ ليش لساتك عايشه هون؟ احكي. مو انا اللي بدي ضل هون يا اسيل، جابر تركني بنص الطريق، هو اللي تخلى عنا وراح، عم تفهمي؟ وقال انه رح يضل قاعد بالبلد وما رح يرجع لهون ابدا. طبعا طبعا، هي كذبه جديده مو مثل العاده، اكيد شوي تانية رح تبلشي بالبكا وانا رح اموت زعل عليكي. إذا صدقتيني ولا لا أسيل، هالشي ما عاد يهمني أبداً. وإنتي ما فيكي تخدعيني بحركاتك البريئة، فهمتي؟ أنا مستعدة ضل طول العمر عم حارب كرماله بس، وما حدا بهالدنيا رح يقدر ياخد سليم مني، فهمتي؟ لأني ما رح أسمح له بنوب. وإذا كنتي مفكرة إني أنا رح أتعذب بتكوني غلطانة، لأنه مستعدة ضل حارب طول الوقت، ومنشان يضل سليم جنبي مستعدة أذي كل العالم. يا ريتك بتستهلي للأستاذ سليم يا أسيل، يا ريتك بتعرفي أساساً شو يعني الحب. وقت الحياة كانت رح تكون أحسن بالنسبة إلك، وما رح تقدري تكذبي على اللي بتحبيه. بس مع كل هالكذب للأسف صرتي وحدة ما بتستاهل الأستاذ سليم أبداً. يلا روحي من بيتي، ما رح تقدري تمنعيني اني اكون معه، فهمتي؟ ولا رح تقدري تنزعي سعادتنا سارة.
شي سيء، فهمتي؟ ولا رح تقدري تأذيني. اصلا لو كنتي محلي كنتي رح تقدري تتحملي هالكذبة من شان الشخص اللي بتحبيه ضل جنبك. اي مزبوط كذبت وقبلت اني كون انسانة سيئة من شانه. الله يخلصني منك عن قريب.
بدي شيء غير إنك ما تأسس حياتك على كذبة. حبيت ساعدك مقابل مساعدتك إلنا أستاذ سليم. بس هالشي ما عاد يفيد النوب. يا الله، أنا كيف ما فهمت يلي صار كله؟ سارة خانون كان معها حق بكل شيء. صارت كل هالشغلات قدام عيوني وأنا ما شفتها. وشو بصير إذا رحت عثمان أفندي؟ بعدين مراد رح يفرح كتير إذا شافك جنبه. خلاص يا خانو، لا تصري علي هالقد. ما منعتك بنوب، روحي أنت. ليش هالعناد هاد؟ أنت تخليت عن كل شيء وهالعادة ما كنت تتخلى عنا أبداً. أهلا وسهلا ميرال. أهلا فيكن. خير؟ شو بدك من السيد عثمان؟ آخ لو تعرفي ميرال، أكيد رح تستغربي. عم قله تعال لنروح نزور مراد سوا، بس لا، ما بده يسمع مني أبداً. يلي عنده عادة ما بيتركها، أنت لازم تشكري ربك. عناد السيد عثمان اسمه دلال قدام عناد هارون. سمعت هالحكي بإذنك؟ الكل بيعرف إنك عنيد. ألو نعم؟ كيف؟ ميرال شوفي، ميرال شوفي، ميرال عثمان أفندي. شبه ميرال، ميرال، ميرال. يا ربي دخيلك، شوفي ميرال، احكي، اصحي مشان الله واحكي لنا. شوفي، اطلعي بإصبعتي لو سمحتي. ولك بعيد عني، انا منيحة، ليش ما عم تفهموا؟ أخي بترجاك خدني من هون، أنا منيحة وماني مجنونة. إليف، بس الدكتور يخلص معاينته بعدك أخدك من هون لو سمحتي. لا مو صحيح، أنتوا عم تكذبوا علي، جبتوني لهون لحتى تخلصوا مني. بس بدكن تبعدوني عن ابني، بعرف قصدكن. أعطيني ابني عمر، ابني أعطيني إياه هلا. إليف، إذا بشوفك عم تقربي عليه بدي موتك، عم تفهمي؟ يلا أعطيني ابني. إليف ابني، تعالوا لعنا بسرعة. أخي بعد إليف خلصنا، بدك تركني بقى. إليف ما رح اتركك هون ابدا، بس اهدي شوي، انا بوعدك. اتركني، بدي روح من هون. الله يخليك بعدني. بترجاكي اهدي، اهدي على مهلك، عدي رح تتحسني، اهدي شوي. خلصنا. ولك الله ياخذكم، انا بكرهكم كلياتكم، بعدوا عني هيك، اتركني يا اخي اتركني. اهدي. كل اللي عم يعملوه بسببك انت، انت اللي سرقتي ابني مني. مع الأسف يبدو وضع كتير صعب. انتو عملتوا الصح بإنكن جبتوها لهون، أنا رح بلش بوراء القبول. طيب يعني قديش مدة علاجه؟ ما فينا نحدد مدة العلاج من البداية يا خانم، بس لا تخافوا رح نعمل كل اللي منقدر عليه. الدكتور قال لازم تضل هون. نيسان، أنا أخ ماني منيح، ما قدرت دير بالي على أختي ولا قدرت أحميها أبداً بسبب وصلت لهالحالة. لا هذا مو ذنبك أحمد، عملت اللي بتقدر عليه. لا ما عملت اللي بقدر عليه بنوب، مو شايفة كيف صار وضع أليف؟ لو اني انتبهت من قبل
ما كان صار له شيء هلا. إليف رح تتحسن، الدكتور قال رح يعملوا اللازم، ليك هون رح يديروا بالهم عليها. وانت عملت الشيء الصح، والا وضع ممكن يكون اصعب. بعدين نحن اكيد ما رح نتركها لحالها، وانا مستعده اجي وزورها كل يوم، المهم انه هي تطيب باسرع وقت. لو سمحت لا تزعل حالك. عندي مفاجأة إلك، يلا تعي لقلك. أمي؟ تعالي تعالي قعدي. يا خانم روحي أجيبي مي. طيب. أسيل؟ أهلين خالتي. بنتي شوفي شو صاير معكم؟ ليش عم تبكوا؟ حدا يحكي ليكون صاير شي مع سليم. بنتي شو بلعتوا لسانكم؟ حدا يفهمني شو الموضوع؟ لا تخلوني جن. بنتي أبوكي نحن خسرنا اليوم. أسيل حبيبتي. أسيل عثمان يلا بزيك البنت. بنتي تعي تعي تعي. أسيل حبيبتي أسيل احكي شو صار لك. أسيل عثمان أفندي روح دور على الكولونيا بسرعة. ماشي طولي بالك. بصراحة مو مصدق ابنه كيف انه أسيل كانت عم بتكذب علي كل هالوقت وهي عم تطلع بعيوني. أنا آسف لأني ظلمتك، كان لازم صدقك من البداية. بترجاكي تسامحيني سارة، شكيت بنواياكي وجرحتك، بعتذر منك كتير. يلي بعيشه الإنسان امتحان أستاذ سليم، وأنت بتعرف هالشي أكتر مني. وأحياناً منفوز بهالامتحان هاد وأحياناً منفشل فيه، بس نحنا لازم نعيش هيك تجارب لحتى نقدر نتعلم، لأنه إذا ما عشناها ما فينا نتعلم. ما بعرف شو بدي أقولك يا سارة، بتشكرك لأنك وعيتيني، لأنه لولاكي الله أعلم شو كان صار. ما بدي تتشكرني، ما عملت هالشي مشانك بنوب، يعني بالبداية كان مشانك وبلشت بهالشغلة مشان ما تبني حياتك على كذبة بشعة مثل هي.
بس بعدين مراد وأسيل لعبوا كل هاللعب علي وخلوا كل اللي حوالي يشكوا فيني، وصرت أنا ضحيتكم. والسبب اللي خلاني كمل مشان إثبت الحقيقة هو إني برئ حالي. بلشت الموضوع مشانك ونهيته مشاني. لأني بسبب هالقصة خسرت ثقتك فيني أستاذ سليم، وأنت طبعاً كنت مصدق هالشي. أكيد لسه في كلام فاضي نسي يقولوا لي إياه. أنت شو عم تعمل هون؟ قلي ليش إجيت؟ سارة خانم، أنا محتاج لمساعدتك. عم فكر بالقصة طول الوقت وعم بحترق من جوا، ما بدي ضل عايش هيك، بدي تساعديني. أنا كل شي بعرفه وشفته قلت لك يا أستاذ سليم، بس أنت صدقته وما رضيت تصدقني إلي، وأنا بصراحة ما بعرف كيف بدي ساعدك بنوب. بعرف إنه أسيل يمكن تكون عم بتكذب، بس ما عندي إثبات بنوب. لو سمحتي ساعديني، لأنه إذا ما وقفتي جنبي ما بقدر خلي أسيل تعترف أبداً. سارة، أنا بدي أطلب منك شغلة، لا تحكي لحدا عن اللي صار اليوم، وخصوصاً هاجر خانم. لا تأكل هم، تأكد إنه هالشي رح يضل بيناتنا. بتشكرك على اللي ساويتيه مرة تانية، مع إني بعرف منيح إنك ما عملتي هالشي مشان حالك بنوب، ورغم إني ظلمتك كتير من قبل، بس أنتي ما قصرتي وحميتيني. هاي الحقيقة صارت معروفة، وبالنسبة إلي هذا الشيء المهم، ولهالسبب أنا شغلتي هون خلصت. وأنا وظيفتي انتهت. حبيبتي، أختي، أختي. أبونا مات يا أختي، وما حدا كان معه، ما كان حدا معه منا، هو مات بغرفة الأوتيل لحاله. أختي بترجاكي قولي له اللي يجيبوا لي أبي لهون، ما لازم يدفنوا من دون ما نشوفه، لو سمحتي اعملي اي شيء وخليهم يجيبوا. الله يخليكم اهدوا شوي، حاولوا تتماسكوا يا جماعه. كثير قلت له لهارون دير بالك على حالك، بس ما سمع كلامي. ليش تركتنا ورحت؟
ما رح طول بالموضوع أكتر. خلص القصة انتهت، ما عاد بدي اسمع كذب أكتر من هيك يا أسيلي. أسيل وينك؟ شو اللي عم يصير؟ ليش كلياتكم هون؟ سليم. أسيل. 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 أمي شو اللي صاير؟ حدا فيكم يقول لي؟ أسيل. أسيل. كرمال الله حدا يحكي شو اللي عم يصير هون؟ اهدى سليم، البقية بحياتك عمنا مات. الله يرحمه. بابا جيبولي أبي لعندي. مرحبا، أنت عم تستناني إلي ما؟ طبعاً عم استناك. لكان شو؟ قلتلك بدهم يشتروا البيت يا خانم، وعم يقولوا إنه ما في عندهم وقت كتير وبدهم ينتقلوا، لازم تفضي البيت بسرعة. خلاص بقى، نحن معنا عقد وما بتقدر تطالعنا. مفكر إنه سهل الواحد يفضي البيت بهالسرعة؟ ليش ما عم تتفهم موقفي؟ أنا عم حاول أمن المصاري ورح أدفع لك ياهن. كيف بدك تدفعي ها؟ قليلي لأنه عندي فضول. رح بيع الأغراض وهيك رح أغطي الدين وزيادة. يعني أنت مثلاً رح تعدي بيت فاضي؟ هالشي بخصني أنا وبس. طيب طالما هيك خليني ساعدي، أنا في عندي رفيق بيشتري أغراض، رح أبعته لعندك، رح خليه يجي ويسعره. إيه موافقة. خلينا نعمل اتصالات ونعرف شو صار بالضبط لحتى نعرف امتى بتوصل طيارته بالضبط، ومنروح انا وسليم على المطار. حكينا مع العمه نظميه، بس هي مره كبيره واكيد ما رح تقدر تجي. مزبوط. وكمان نيسان نحن وجايين حكيت مع قرايبين العيله. اخ يا هو، تركتني لحالي ورحت. أنا شو بدي ساوي من دونك؟ ما عاد في حدا فوق راسنا. ابني سليم هون يا ميرال، ولا تنسي إنه بمقام ابنك، وأكيد شو ما طلبتي منه ما رح يقصر معك، صح ولا لا أحمد؟ ومن هلأ ورايح أنت وسليم رح تكونوا رجال هالعيلة. لا تتركوا ميرال لحالها، لأنه المرأة لحالها وضع صعب، وغيس كمان شاب أبضاء، لازم تديروا بالكم عليه منيح. لا تاكلوهم، أنا وسليم رح نساوي اللازم وما رح نتركهم لحالهم. أبي مات، أنا شو بدي ساوي هلا؟ بابا ما عاد إشي. بالأول أمي تركتني وراحت، إلا بابا كمان راح. لا تحكي هيك يا بنتي، مالك لحالك، نحن هون وسليم موجود. سليم، بنتي حاجة تبكي، سليم رح يوقف جنبك على طول. Thank you.
بابا مو راجع، بس انت رح تضل معي، وانت رح تبقى سندي بهالدنيا. طاولة الأكل قديمة بس ماشي حالة. بدكن تبيعوا هالكراسي كمان؟ منبيعن، فيك تحسبن كمان. والغراض يلي بالمطبخ؟ مو لقلنا، لصاحب البيت. نحن غراضنا هون وبس. مع الأباجور بيطلعوا 350. شو قلت؟ كتير قليل، يعني هدول كتار لتكون مخربت. ايه مزبوط أختي، الغراض كتار بس كلهم إدمة. ليش قديش مفكرة أنت؟ صدقيني ما بقدر أدفع فيهم أكتر من 350. إذا عجبك باخدهم أو بترك لك ياهن، الخيار خيارك. طيب أخي أنا بطلت بيع، خلاص تفضل. كأنك مو عايشة بهالدنيا أختي، الغراض يلي عندك إدمة كتير وما رح يجيبوا شي. ماشي أستاذ، خلاص تفضل. خاطري، مع السلامة. أهلا وسهلا، فوتي هاجر. خير سارة، شوفي. فوتي منحكي جوا. ايه مين هالرجال؟ راح احكي لك. خليهم يروحوا ويرتاحوا، يعني أنا برأيي الأحسن يروحوا على ماردين. هذا الآغا ما بيتأمن له، بلكي رجع وصار يعمل لهم مشاكل. والله معك حق، مزبوط. بس نحنا بالعطلة رح نروح ونزورهم، ما هيك علي؟ ايه طبعا، منروح تلاتتنا، مننبسط كتير سوا. دلال كتير محظوظة لأنه عندها رفيق مثلك أنت. شو يعني؟ ليش أنت شو بقى؟ ما أنت رفيقة كمان. خلاص يا أخي شبك، مو هيك قصدي أبدا. نحن محظوظين لأنه نحن إيد وحدة. شوف دلال راحت بس أنا لساتني هون، يعني ما رح تخلص مني أبدا. أنا كتير متضايق لأنه أبوك عمل هيك، بس فرحان كتير لأنك ضليت يا علي. خلصنا بقى، ما في داعي لهالحكي، ها رح تخليني أبكي رأفة. شو رأيك نزل تحجار؟ طيب بس ما فينا أبداً. ماشي ماشي. طبعاً إذا زتيتها هيك ما بتزبط، بدك تمسك الحجرة من على جنب وتزتها. هلأ كل هالغراض بس هيك دفع فيهم؟ هدول الناس ما بيخافوا من الله يا رفيقتي. أنت عم تبيعيهم لأنك محتاجة، بس هو عم يستغلك. ما بعرف يا هاجر، محتارة كتير شو بدي ساوي. يعني شو ما عملت ما عم تزبط بنوب. قلت ببيع الأغراض وبدفع الإجرة بس ما مشي الحال. يمكن الزلمة معه حق، هو شو دخله بوضعي؟ لك شو هالحكي؟ لو كان في إنسانية بيستنى عليكي. أنت عم تحترقي، هو آكل هم المصاري. سارة، انتي ليش ما بتبيعي هاي الاسوارة؟ هاجر. سارة شو هو الغلط بكلامي؟ رح اجيب لك مصاري اكتر من هاي الاغراض. معك حق هاجر، حتى رهن وبس يصير معي حق برجعها. اكيد يا سارة رح ترجعيها، لا تزعلي. طيب يلا قومي، خلينا نرهن. يلا قومي معي سارة. أبي ما شافني وأنا عم بمشي، يا ريت قلت له قبل. كان بدي يجي وعمل له مفاجأة، بس يا ريتو ما راح ابدا. يا ربي دخيلك انا ما عاد اشوف ابي.
هاد أجله يا بنتي، وحتى لو كنا معه ما بيتغير شيء. تعددت الأسباب والموت واحد، والمكتوب ما منه مهروب أبدا. وإذا ما كان هاد السبب رح يكون غيره، يلي بيجي وقته لازم يترك هالدنيا ويروح. أكيد ما رح يضل حدا فينا مخلد، أصلاً أجينا على هالدنيا زوا. ادعي الله يرزقنا حياة كريمة أسي. خالتي أكيد معها، كلياتنا إلنا وقت، ومثل ما منولد منموت. بس لولادي اللي بيكون فيهم خير بيكونوا دائماً مرضيين لأهليهم. كأنه كان حاسس بشي هو رايح، هو قال لي ديروا بالكم على بعضكم ولا تخلوني أكل همكم. أخ يا هارون، هو أكيد كان حاسس، حتى أنه ما قدر يشوف حفيده منيح. غيث، دري بالخبر شي؟ أنا قلت له يجي على البيت بس ما حسسته بشي، قلت الأحسن ما خبره على التليفون. مظبوط، معك حق عمي. هذا غيث اجا. يا ربي شو قل له؟ فهموني انا كيف رح قل له انه ابوه مات؟ اكيد ما رح يتحمل الخطر. رح افتح. اخي احمد استنى شوي، انا رح قل له. اوه صهري، انت هون؟ قبل شوي قال لي العم عثمان تعا، وأنا ما عرفت شو القصة، بس كأنهم مبلشين الحفلة بدوني أنا، ما هيك؟ غيث تعا نحكي شوي. أوف يا صهري، أستاذ رياضيات هو بآخر حصتين ما بيعطينا دروس أبداً، بيخلينا نحل المسائل. أنا طلعت من المدرسة وأجيت. شو القصة؟ صهري أنت منيح؟ ليكون بابا إجا؟ أنا كنت عرفان أصلاً من لما العم عثمان قال لي تعا. شو هالأبي اللي عندي؟ مفكر يعمل لي مفاجأة؟ تعرف إني اشتقت له؟ غيث أنا رح أقلك شغلة هلأ، وأنت يا أبضاي وأنا واثق فيك، أبوك صار معه نزيف دماغي. كيف؟ نزيف دماغي؟ صهري انت شو عم تقول؟ اللي ابي منيح هو بأي مشفى. خلص اهدى، تركني بعد هيك، مالي مصدقك شو اللي عم تقوله. مو صحيح هالحكي، كذب. شو يلي بدك يا هو؟ ما في شي، ابي منيح. امي أربعمية وخمسين ليرة. طيب ماشي أخي، نحن رح نبيعه. سارة، سارة ما عندك حل بنوب. طيب إذا نحن أملنا المصاري فينا نرجع الإسوارة، مو هيك أخي؟ طبعا يا أنسي، نحن ما منضحك على الزبون، هذا اسمه رهن، بس ترجعون بتقدروا تاخدوا الإسوارة، ما في أي مشكلة. يلا نمشي. كلكم عم تكذبوا، أبي ما مات، امبارح حكيته وقال لي رح يجي، قال لي هو بخير. أمي احكي أي شي كرمال الله. حبيبي غيث خلص اهدى شوي. شلون بدي اهدى؟ كلكم صدقين هالكذبة عم تضحكوا على حالكم. لك ليش عم تبكوا؟ وقفوا هدموا بقى. شو انتوا ما بتسمعوني؟ أمي أبي ما مات، ما مات. غيث تعال عود شوي، يلا عود هون واهدى. طيب إذا مو مصدقين أنا رح دق له. غيث انت ما دقت له بنت.
رئيس. رئيس ماما بعد. بابا بابا بابا. أنا رح أعمل لك كاسة شاي ومنقعد سوا ومنعمل الحساب ماشي؟ لا تزعلي، عند رب العالمين كل شي بينحل. شو اللي صاير هون؟ الأغراض؟ وين الأغراض سارة؟ أنا بعت الأغراض واعتبرتهم جزء من الآجار، بكرة جيبولي الباقي، وإلا المرة الجاية ما رح تقدروا تفتحوا الباب وتفوتوا. لك شو هالبني آدم هاد؟ ما عنده ضمير بنوم. هلأ شو بدكن تساووا بالبيت الفاضي يا سارة؟ شو بدكن تقعدوا تساووا بين أربع حيطان؟ وشو بدك تقولي لعلي؟ ابني كنت شارد بابا، لا تواخذني. لا مو مشكلة، بعرف انه انت زعلان هلأ على زعل أسيل، بس شد حيلك، مسؤوليتك كبرت قدامهم وانت هلأ تعتبر رجال هالبيت، وأسيل وعيلتها صاروا أمانة عندك ولازم تحمل هالأمانة. ماشي، خلينا نفوت لجوا، عم يسألوا عنك كلهم. طيب بابا فوت انت، رح ألحقك. سليم؟ سليم وينه؟